فلسطين أرض مغتصبة، هنالك عدو مغتصب اسمه اليهود أو إسرائيل أو الصهيونية. هذا العدو اغتصب أرضا إسلامية وتوسع في تلك الأرض، اغتصب الأرض في عام 48 وتوسع في عام 67. استرجاع أي جزء من هذه الأجزاء أو أي قطعة من هذه القطع لا تجعل إسرائيل شرعية. إسرائيل وجود لا شرعي في منطقة الشرق الأوسط. إسرائيل لم تكن ثم كانت بقوة بريطانيا سابقا ثم بقوة الولايات المتحدة أخيرا. فإسرائيل عدو فرض على أرض إسلامية. هذا الاعتداء لم يتم ولن يتم إذا انسحبت إسرائيل من سيناء أو حتى من جميع الأراضي المحتلة عام 67. وطالما الاعتداء باق ولم ينتهي فإن الظلم باق، وطالما الظلم باق فهذا الوجود غير شرعي يلزم محاربته. إسرائيل طالما هي موجودة على أي أرض إسلامية، سواء أكان اسمها سيناء أو أكان اسمها الجولان أو أكان اسمها الضفة والقطاع أو أكان اسمها فلسطين، فإن إسرائيل ستكون لا شرعية. وإن الدخول مع العدو اللا شرعي في أي مفاوضات وفي أي حوار يكون حوارا أو مفاوضة على حساب الحق الإسلامي في البلد الإسلامي